الزمالك بالتعاقد معها ولم يكن يعلم، ونحن الآن نعلمه. زي ما قلنا موضوع أليكس من دومو أجوجو كل حاجة أول بأول، وهو بيطلع يقول اه 90 يوم، الناس امبارح قالت لي لا 90 يوم من 31 اكتوبر يبقى 30 يناير، معلش انا كنت ادبي. فبالتالي اخر وقت لدفع الفلوس كده بيصير اهوت باللعيبه الاسرائيليه اللي او اللعيبه الاوكرانيه اللي كانت بتلعب في اسرائيل. فاوليجا كانت بتلعب في اسرائيل في الدوري الاسرائيلي، وبالتالي يعني تعاقد مع نادي الزمالك في الكرة الطائرة. وفي واحدة من المفاجآت المدوية والتي لا تتناسب أبدا مع رئيس نادي يدعي أنه أن ناديه هو نادي الوطنية، وهو نادي الوطنية غصب عن أي حد، لكن ما ينفعش كل شوية يجيب حد من إسرائيل وتيجي تقول لي نادي الوطنية، أنت جايب لعيبة كانت بتلعب في إسرائيل. وفي غضب شديد جدا على السوشيال ميديا بعد انتشار صورها وهي بتلعب في إسرائيل. فبالتالي قبل كده الزامبي مايوكا كان بيلعب في مكابي تل ابيب وكان وكيلي، دي بتلعب اوليجا اوليانكو كان بتلعب في مناشي حدرة الاسرائيلي في الكرة الطائرة، النهاردة عمرها 24 سنة 185 سنتي، لعبت في اسرائيل وفي تركيا. تركيا دي دولة فوق راسنا، دولة اسلامية، لكن اللي احنا بنتكلم فيه ان علاء فهمي رئيس قطاع الناشئين للكرة الطائرة وإيهاب علي المدير الفني جابوا اللاعبة لرئيس نادي الزمالك ولنادي الزمالك وسط تفاخر بان هم تعاقدوا معاها، لكن ما حدش يعرف انها لعبت في اسرائيل. ويا ريت صورتها كده بالحاجات العبري دي عشان يبقى الناس عارفه، وجماهير نادي الزمالك المحترمه لا اللي بالعبري، وجماهير نادي الزمالك المحترمه عارفه، وخدها في الكادر بعد اذن، ما عارفه ان احنا لما بنقول كلمه بنقول اللي بيجرى على ارض الواقع، ان اللاعبه اوليجا القادمه لنادي الزمالك في الكره الطائره وتفاخر رئيس نادي بالتعاقد معها وهي اوكرانيه الجنسيه لعبت في اسرائيل قبل ان تنتقل الى تركيا. وبالتالي وجب على نادي الزمالك ان هو يفسخ التعاقد معها فورا. يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا علاء حمام عشان هو صاحب هذا الانفراد ونتكلم فيه، وهيبقى معانا مداخله قويه جدا 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 مع احد بدر اسماعيلي ومنتخب مصر يكلمنا عن احداث اسماعيل. النهارده بنتكلم على اوليجا اتعاقد معها نادي الزمالك، ودي ورطه ورطها فيها جهاز الكره الطايره، ورطوا فيها رئيس النادي. رئيس النادي هل يمتلك شجاعه اعلان فسخ التعاقد، ولا هندفع راسنا في الرمال ونقول لا ومش لا والحكايه دي اوكرانيه وراحت اسرائيل؟ انت اللي بتقول على نفسك كده، انت اللي بتقول اسرائيل. طب انت ضد اسرائيل وقلت قبل كده جبت مايوكا وكان وكيل اسرائيل وكان لعب في اسرائيل، النهارده جايب اوليجا لعبت في اسرائيل مناشي حدره لاسرائيل في كره الطايره. هل انت ده منهج نسكت ما نتكلمش فيه، ولا هنقول دايما ان احنا ضد ان احنا نستخدم لاعبين لعبوا في اسرائيل؟ لو هتقول ده دايما يبقى لازم تفسخ التعاقد، مش هتقوله خلاص. نقول ان رئيس نادي الزمالك الحالي لا يبالي بالتعاقد مع لاعبين سبق لهم اللعب في تل ابيب، نقول كده. من علاء؟ فبالتالي النهارده لما انا اجيب لاعيبه لعبت في اسرائيل ده امر غير مقبول، ومحدش يجي يقول لي الدوله بتقول معاهده السلام ده الشق السياسي، لكن الشق الشعبي لا يقبل الشعب المصري بتواجد لاعبين سبق لهم اللعب في اسرائيل، وبيتشاور ان يتقال لك ان ده لاعب في اسرائيل دوله الكيان الصهيوني. فبالتالي هل اذا كان رئيس نادي الزمالك قبل يبقى هو حر شأنه، لكن احنا بنقول لك ان علاء فهمي رئيس قطاع الناشئين في الكره الطايره وايهاب علي المدير الفني للفريق الاول للطايره بنات ضللوك وما يقولكش المعلومه دي، واحنا بنقول لك المعلومه المؤكده لاعيبه طبق اللعب في اسرائيل، وبالتالي فسخ التعاقد معها من منطلق ادعاءاتك انك رجل وطني في هذا الامر. علاء ما بيردش خلاص، طب يلا ادهولي. طيب استاذ علاء حمام مراسلنا في نادي الزمالك وصاحب هذا الانفراد، اهلا بحضرتك استاذ علاء. يا جماعه في ايه؟ ثواني، ايه هو في ايه؟ انت قلت له التليفون معانا،